عليكم الاخوان وحطويجين الله مبارك الحيمات بلديين ها هما جبتو من واحد السيد من السوق كنعرفو ها هما راك عارفين الكار ديال السوق. اول حاجه غنبداو بها هي الزيت ان شاء الله الزيت بلديه الزيت ديال العود اللي طاحنا بني ملال زاوية الشيخ تحيه الناس بني ملال تقريبا واحد كاس لاروب ديال زيت العود ما كنزيد الطاجين مزيان باش ما تلصقش ليا باش ما يلصقش ليا الطاجين. البصله البيضه ها هي مقرده اخوان هاد الطاجين هذا راه كتعرفون ما كنديرش شي طواجين اللي ما كانش شي حاجه ناضي الطاجين بلا عطريه بلا والو كنديرش العطريه الطاجين بلا عطريه وبلا ماء الطاجين بلا عطريه بلا ماء الحيمه ها هي هاد الحيمات راه بلديين زينين راني مجرب ممكن نمشي عند واحد الكليان فولا سعيد هنا في الكاي ديال السوق كتعرفوا هاد السلاول ها هو ديال البلاتة هو ديال ولاد سعيد باقي صغير عرفتي مرة درت لكم العسل جاتكم غريبة ما عادي الإخوان علاش درت العسل باش كيعسل ليا البصلة لتحت أنا عزيز عليا كنتشهى شي حوايج كنديرهم كيجيو واعرين وكيعجبو الناس كاع اللي كيعرفوني راه كيعارفين داكشي السليويات راه ديال هنا ديال ولاد سعيد ديال البلاد انا يدي في البلاد هنا راه من البحيره هي حدانا ما بعيده 200 متر قبل ما ندير هذا قبيطه ديال الربيع هنا مواطيشة ها خوتي ها داكشي متول زوين الحباب اللي كيجيو عندي كنبغي نتهلا فيهم ما الوليدات راه عاد دايره هو اللي فوق هادشي هذا خوتي الزعتر هاد الطاجين اخوتي كنعاود نقول لكم هاد الطاجين راه ما فيه لا عطريه لا كمون لا تحميره لا بزار لا والو هذا الزعتر اخوتي هاد جربوه وتفكروني اللي غايقول شي كومونتير ماشي هو هذاك يجرب ويتفكرني ويقول لي راك ها انتم اخوتي الزعتر لا غير دابا اش بقى لينا ثم راني عطرت لكم اللحم دابا ما غنعطرش اللحم اللحم غيتعطر بالزعتر اصلا هاد اللحم انا كنعرفو بلدي هاد القياس ديال الملحه ها باركه من الملح الله يجعل شي بارك اصلا ما ملحتش لتحت الملح ملي غتروى غترو ان شاء الله غتعود لتحت جربوه تفكروني اخوتي وردوا عليا الا ما كنت الا ما عجبكمش الطياب هذا بالزعتر بلا عطريه ردوا عليا هذا ما كاين الاخوان تحيه لكم وشكرا لكم بزاف تحيه لكم بزاف السلام عليكم.